مشاهدينا، تحتضن المنطقة الشرقية موسم الشرقية 2019 تحت شعار الشرقية ثقافة وطاقة، واللي بيستمر لمدة أسبوعين من خلال فترة 14 وحتى 30 مارس. ويعد الموسم أكبر ظاهرة ترفيهية وسياحية في المنطقة، ويقدم الموسم أكثر من 80 فعالية ثقافية وتراثية، وأكيد برامج وفعاليات كثيرة بنتعرف عليها من خلال هالمداخلة الهاتفية مع المهندس عادل بن محمد الملحم، أمين الإحساء ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الشرقية في محافظة الإحساء. مرحبا بك سعادتك، في صباح الخير يا بلادي. أهلا وسهلا أختي ميتة، وشكرا لبرنامج صباح الخير يا بلادي من سما دبي على الحضور الضيف. يا مرحبا وحياك الله سعادتك. إذا بتكلمنا أكثر عن موسم الشرقية 2019 واللي يتضمنها من برامج وفعاليات وأنشطة مختلفة هالسنة. حقيقة نواقع الحال المملكة والقيادة فيها رأت أنه تعمل مواسم على مستوى المملكة، واختارت المنطقة الشرقية كأول منطقة لأسباب ولحكمة. المنطقة الشرقية تعتبر هي أكبر منطقة جغرافية في المملكة، وتحتوي على تحتضن الكثير المنطقة الشرقية من المقتنيات، سواء كانت على المستوى التاريخي والتراثي أو على المستوى التصنيعي أو على مستوى الأنشطة السياحية أو على مستوى يعني تحتضن أيضا يعني واحدة من أكبر الصحاري، واحات نخيل. فهناك تعدد كبير جدا في المنطقة الشرقية يسهم في إثراء الموسم من عدة نواحي: علمية، صناعية، تاريخية، ثقافية، كل ما هو يسهم في ثقافة الترفيه بأنواعه. إذا بتكلمنا أكثر عن إقبال الزوار والجمهور لموسم الشرقية هالسنة. أول شيء في البداية طبعاً أن جودة العمل التي تقوم فيها اللجنة العليا واللجان التنفيذية لموسم الشرقية سعت جاهدة بأن يكون التنويع يحوي على جميع الفئات العمرية وأيضا الفئات بمختلف تنويعها الثقافية وغيرها. فجمهور كبير جدا في خلال التسع أيام أو العشر أيام التي مضت حسب التقارير التي وصلتنا من الأخوان المختصين قاربت على 2 مليون شخص، وهذا يعطي مؤشر قوي على أن الحضور مميز وكبير جدا في كل المجالات. اليوم يعني لما نذكر الترفيه ليس في الغناء أو في غيره، لكن هناك الترفيه بمستوى في كل المستويات كما ذكرت، يعني مؤتمرات اقتصادية، أيضا مؤتمرات صحية. فالحضور من جميع أنحاء العالم من خلال هذه المؤتمرات التي تسعى جادة لجذب أكبر الطاقات على مستوى العالم والخبراء وجذب أكثر جماهير وتنوع الحضور على مستوى المنطقة الشرقية. شكرا سعادة الأمين على هالمداخلة الهاتفية، تمنياتنا أكيد بالتوفيق، وإن شاء الله كاميرا صباح الخير يا بلادي بتكون متواجدة في السعودية وبالتحديد المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء لنقل فعاليات وأنشطة هالموسم المميز الحافل بالأنشطة والفعاليات المختلفة. شكرا لك. يا مرحبا. بكل سرور، وأنتوا اللي جيتوا تجون بلادكم، ولا هي أول مرة ولا مستقر حضوركم، وحياكم الله بأي وقت. يا مرحبا. شكرا لك.